هيا بنا نتعلم كيفية العثور على بطاقات تقرير الطلاب في Skyward Cumulative باستخدام الموبايل. أول شيء عليك القيام به هو تسجيل الدخول إلى Skyward Family Access. يمكنك العثور على الرابط على موقع Edmonds School District ضمن علامة التبويب عائلات. قم بتسجيل الدخول إلى Family Access باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. إذا كنت لا تتذكر اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك، فانقر فوق الرابط نسيت اسم المستخدم أو كلمة المرور. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وسوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على التعليمات. بمجرد تسجيل الدخول يجب أن تصل إلى صفحة تحتوي على مربع المحفظة. في حالة عدم رؤيته اضغط على زر القائمة بجوار أيقونة الصفحة الرئيسية وحدد تسجيل طالب جديد ثم حدد وصول العائلة، اضغط على الطالب ثم المحفظة. في هذه الصفحة ستجد جميع بطاقات التقارير التي تم تحميلها إلى الملف الشخصي للطالب. قد ترى أيضا مستندات أخرى مثل نتائج اختبارات الولاية. لعرض بطاقة التقرير اضغط على أيقونة التوقيع بجوار البطاقة التي ترغب في عرضها. ستظهر نافذة منبثقة تطلب منك تحديد المربع الذي يحمل علامة أوافق. انقر فوق حفظ. يمكنك الآن أن نقرأ على أيقونة التنزيل بجوار بطاقة التقرير.